بنادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم خوش. بونجور. السلام عليكم. أنا طالب كنسكن بحي الجامعي المسيرة واحد مدينة القنيطرة. كنسكن بالإقامة الجامعية المسيرة واحد بالقنيطرة. أنتي كوريزيدونت أسيت أونيفرسيتار المسيرة واحد. نهار انتشر الوباء ديال كورونا في المغرب وتوقفت الدراسة، جانا أمر من الحي الجامعي ديال المسيرة واحد اللي كنقطن به أنا ومجموعة ديال الطلبة. تنفاجئوا أن إدارة الحي طلبت منا الإخلاء في ظرف 24 ساعة، وأن مدة الإخلاء بتتراوح فقط ما بين 15 يوم حتى لشهر بالأقصى كاع. كل زيتيون خدو حوايج قلال ومشاو لجورهم على أساس غيبقاو 15 يوم، ولكن المدة ما كانتش 15 يوم ودابا وصلنا ل 3 موا كيلكو جوغ وحنا توجور أو كونفينمون. غنتفاجئو هاد الأسبوع بأنهم كيعيطوا لينا باش نجيو نوقعوا على محضر الخروج وعدم الاسترجاع ديال 3 ديال الأشهر اللي ما استفدناش منه. ولسنا الورقة ديال الخروج غادي نكونوا ضعنا في 3 شهور اللي حنا مخلصينها برزقنا، 3 شهور اللي ما سكننا فيها حتى شي نهار، 3 شهور اللي بقاو حوايجنا تما ما عارفين واش دوك الحوايج باقين، ما عارفين واش دوك الحوايج تقاسوا، ما عارفين واش دوك الحوايج غيكون فيهم المرض. مع العلم أن الإقامة الجامعية في هذه اللحظات فيها الحالات المشتبه فيهم ديال البؤرة ديال لالا ميمونة. على حسب العلم ديالنا هو أن داك الحي الجامعي مخصص فقط للطلبة. دونك أون إسبيغ بيان أن صوتنا يتسمع، ماشي حنا بالحاجة ملتزمين أنتوما حقوقنا واكلين. هذا غير حقنا وحنا كنطلبوا غير حقنا. حنا كطلبة اليوم كنطالبوا سيتي أونيفرسيتار المسيرة واحد أنهم يردوا لنا أولا مستحقات ديال 3 شهور اللي ما سكناهاش، اللي خلصناها وما استفدنا منها حتى شي نهار. الناس اللي باغا التعويضات والناس اللي باغا فلوسها، الناس اللي باغا التعويضات يزيدوها 3 شهور في العام الجاي، والناس اللي باغا فلوسها ما باغاش تكمل تما معاهم يعطيوهم رزقهم. وهادشي اللي كاين. دونك اون اسبيغ بيان ان صوتنا يتسمع وانهم يديروا معنا شي حل وان هاد القضيه تولي قضيه راي عام ويلقاو لينا. ميرسي بور فوتر كومبريانسيون. وشكرا.